كلتي؟ انت دخلتي هنا ازاي؟ مش مهم دخلت هنا ازاي، المهم ان انت كلتي السم الهاري مطرح ما يسر يهري عندك. تعقلي كده وخليكي حلوة. هو انت عملتي ايه؟ دوقتهولك سم الفران اللي قتلتي بيه اخويا، كنت عايزه تقتليني بيه. انت بتعملي ايه؟ انت ميتة خلاص، انت بتطلعي في الروح، انت هتستقوي عليا. ده انا رجاله بشنبات كنت بجيبهم تحت رجلي. عايزه اشوفك بتتوجعي زي ما اخويا كان بيتوجع. حسي باللي اخويا كان بيحس بيه. عمل لك ايه؟ حرمتيه يشوف ابنه ليه؟ كنت سيبهولي يكون سندي في الدنيا، سيبهولي استقوى بيه وقف وش حمه. انت مجرمه. انا مجرمه؟ امال انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ دمرتي حياتي، خربتي بيتي، قتلتي اخويا، وكنتي عايزه تقتليني. كل ده ليه؟ ليه؟ عشان مين؟ عشان مين؟ ما هو مش مركز معاك يا عسليه، بتعملي ده ليه؟ هيتجوزك مثلا؟ اسكتي اسكتي. ايوه كده، عايزه اسمع اهاتك، صرخي كمان، قطعي كمان، عايزه اشوفك وانت بتتقطعي. عليكي حرام عليا؟ مش حرام عليكي لما قتلت اخويا؟ بطني بتتقطع. وعاملين عليا تمثيليه وجايبين لي البت تقول انها حطت السم بالغلط. طبعا انت شركته في كل وسخاته، لازم يدري عليكي. اطمني، انا عرفت كل حاجه. ايوه كده، سمعيني احلى اهات، حسي باللي اخويا كان بيحس بيه. حسي. حبيبي عمر، دمك ما راحش اخضر النهارده. جبت لك حقك، جبت لك حقك يا عمر.